خلينا تمام، خلينا نرجع نذكر حضراتكم بالأربع طرق. أول حاجة، لو حد يقول لي أول حاجة كانت إيه؟ أول حاجة في الأربع طرق اللي بنقوم بيها الأوفر فيتنج كانت إيه؟ الويت ديكي، الويت ديكاي. وتاني حاجة، الداتا سايز تزيد شوية، نزود الداتا قد ما نقدر. نمرة ثلاثة، الكروس فاليديشن. الكروس فاليديشن. والحاجة الأخيرة اللي هي دروب اوت. اللي هي الدروب اوت. احنا نمرن على جزء من الويتس في كل مره، فده بيخلي الويتس مور ستيبل، والسوليوشن على بعضه لما اعمله بيكون تاثره بمشكله الاوفر فيتنج بيبقى اقل، لان في كل مره بمرن عدد الويتس قليل فبيتعلم كويس. وبعدين براعي انا بعمل كومباينيشن للويتس دي مع بعض، براعي المساله دي. طيب يعني هنا بيوريك استكمال للدروب اوت، انه لو انا واخد النسبه بي 50% ولا 30 ولا زي ما تطلع، براعيها في الاخر. يعني انا وانا بمرن كل واحد في بي من الويتس موجوده، لو قلنا 50% يبقى اتنين من الاربعه دول موجودين. لما اروح بقى احط الويت النهائي يبقى بي في دبليو، اللي هو الكلام اللي انا قلته قبل كده. ده مجرد بس ايه، شرح للي قلته قبل كده. طيب النقطة الخامسة اللي بيسموها الايرلي ستوبينج، اللي هو ايه بقى؟ لو انا عندي، والكلام ده مستخدم كتير في شغلنا في النيورال نتورك، يعني لو انا براقب التريننج ايرور دايما ينزل، لان اصلا ما باخدش خطوه في الاتجاه الا وهي بتساعدني. يعني انا لو باخد خطوه وانا بمرن وبحسب الايرور ولقيتها هتزود لي الايرور، مش هاخد الخطوه دي. وبالتالي كل خطوه باخدها في التريننج اذا ما حسنتش فما ما 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 مش هتسوق، ده اكيد يعني. لكن انا عندي حاجه في الداتا غير التيست، في حاجه اسمها فاليديشن او الديف داتا، احيانا نسموها ديف داتا واحيانا نسموها ديف داتا، ديفلوبمنت داتا يعني اختصار للديفلوبمنت، او الفاليديشن. كل دي تسميات لنفس الشيء. انا باخد الداتا بتاعتي اقسمها ترين وتيست، والترين باخد منها جزء بسميه ديف داتا او الفاليديشن داتا، وانا بمرن على دول بس، وبوجه التدريب بالديف ديتا. التست ديتا دي اروح لها مرة واحدة بس اروح لها، لكن الديف ديتا من حقي ان انا استخدمها كذا مرة، يعني كأنها نوع من التستنج كده، وانا في اثناء التريننج اشوف، بس ما بدخلهاش في التريننج. وبعض الناس في اخر مرحله في التريننج لما يحس بقى انه جاب اخره خلاص وهيوقف، يروح عامل ران اخيره ومدخل الديف معاه كسبا عشان يزود التريننج داتا شويه. بس بيكون تقريبا حدد كل البارامترز، بس بيعمل فاين تيوننج بوجودها يعني. طيب اذا كان الامر كذلك، يبقى انا عندي انواع الداتا اللي عندي ثلاثه،
اثنين منهم بيستخدموا في اثناء التريننج، الترين داتا والديف، والتست بتستخدم للتست مره واحده في الاخر. واضح يا شباب؟ طيب لو انا بعمل الايرور، لو انا بجيب الايرور على التريننج داتا دايما ينزل، لكن مش الكلام ده مش valid بالنسبة للديف داتا أو الفاليديشن. بعد عند ليميت معين، عند ليميت معين وابتدي ألاقي الايه الكيرف طالع. ليه بقى طالع؟ لأنه بدأ يحصل overfitting على التريننج داتا. يبان أثره لما أروح لديتا ما تمرنش عليها، يبان أثره بقى. فدي علامة من علامة إن أنا ابتديت أخش في الأوفر فيتنج. طب أعمل إيه؟ Stop. No more training. Stop at this region. No more training will be better. لأن أي تريننج زيادة أنت عمال تعلم تدرايف الويتس بتاعتك ناحية الحفظ. خلاص يا عم، ما فيش أي دواعي إن أنا أكمل بعد النقطة دي. أي سؤال؟ دكتور، هو ينفع التست داتا دي تبقى الديف داتا؟ لا. تمام. بس في الآخر الديف لو أنت ما دخلتهاش في التريننج خالص، فقط بالتست بيها كده كل شوية، هي تختلف. في ناس متعودة، يعني لما كانوا بيعملوا مسابقات انت اللي تملكه الديف ديتا، انك هو بيديك تريننج ديتا تاخد منها جزء ديف وتشتغل عليهم، وفي الاخر التست ديتا بتبقى عند الراجل اللي بيعمل المسابقة، فبتبعت له الحل اللي عندك وهو بيتست ويقول لك النتيجة ايه. وبالتالي ممكن تلاقي بعض البيبرز وبعض الأعمال العلمية بيديك الديف ريزلتس ما بيديكش التست ريزلتس للسبب ده. لكن الوضع الطبيعي لما تكون انت بتعمل يعني شغلك بالكامل عشان تطلع بي سوليوشن او منتج او كلام من ده، يو هاف تو ديفايد يور داتا الى تيست وتريننج، وجوه التريننج تاخد جزء منها للديف للديفلوبمنت او فاليديشن داتا. ويعني الكومن براكتس انك مثلا تاخد 80% تريننج 10% 10% ديف وتيست، او 70 15 15. ولو الداتا في طبيعه الداتا يعني لما تزود الترين والتيست مش بتفرق كتير. يعني مثلا في السبيتش انت ممكن يكون الترين داتا مثلا 4-5000 ساعه، التست ديتا او الديف ديتا لو زادوا عن 10 مش بيفرق كتير. فخلاص انا باخد 10 ساعات كده و10 ساعات كده والباقي كله تريننج، لان من مصلحتي اكتر التريننج يعني. لكن لو الديتا قليله قوي ما عنديش الا مثلا 20 ساعه، طبيعه البروبلم بتاعتي مش عارف اجيب اكتر من كده، ممكن بقى اخش في الكروس فاليديشن واقسمهم واستفيد منهم واعمل راوندنج عليهم، القصه اللي قلناها في الكروس فاليديشن. ماشي يا شباب؟ دي بيسموها، بيقول لك تقف في المنطقه دي، ده في الحاله ديت بيكون دي المنطقه اللي ممكن تقف فيه. لما يبتدي بقى ايه قايم الايرور في الفاليديشن يزيد، تقول لا ده انا دخلت، انا هخش كده في الاوفر فيتنج، خليني اقف هنا. دي اسمها early stopping. دي الطريقة الخامسة اللي ايه اللي ليها علاقة بازاي اقدر اقاوم واقلل من فرصة الحفظ بتاع الحل او overfitting. دكتور، يعني الكيرف بتاع الفاليديشن ايرور ده انا برسمه عن طريق الديفلوبمنت داتا ولا؟ ما هو الديفلوبمنت، الفرق ايه من بين التست والديفلوبمنت؟ ان الديفلوبمنت متاحه ليك في اثناء التريننج تستفيد منها. انت عارف زي ايه؟ عشان اضرب لك مثال، لو انا جيت في الامتحانات مثلا وجيت قلت لك ايه
انا هديك امتحان وبعد ما اديك الامتحان ده انا هحله لك نفس الامتحان ده تريننج. طيب الديف ديتا عامله زي ايه؟ انا هديك امتحان تتمرن عليه زي ما انت عاوز في تريننج، واديك الحل بتاعه، اديك المساله وحلها. بس الديف ديتا انا مش هعمل كده، انا هخليك تمتحن ومش هقول لك الحل بتاع كل جزئيه، انا هقول لك انت خدت كام في الامتحان على بعضه كده. ده انت خدت 60%، لا روح يا عم كمل شويه شغلك وحاول يعني تعمل راندمايزيشن، تزود الاي بوكس اللي عندك، تزود عدد اللايرز، تزود العدد النودز في كل لاير، يعني اعمل اللي انت عاوزه في الهايبر بارامترز، ويعيد التستنج مره ثانيه. خدت 65، يبقى انت ماشي في الاتجاه الصح. الحاجه اللي زودتها يا عم زود ثاني، خليت عدد اللايرز بدل 2 خليتهم 3، حسنت، طب خليهم 4 وشوف. جيت تيست لقيت ال 65 راحت ل 68، يبقى احنا ماشيين في الاتجاه. وهكذا، انا بغششك النتيجه النهائيه لكن ما بقولكش هو ايه بالضبط اللي تعمله، بس كويس ان انا بديك يعني فيدباك بحيث انك انت بتحاول تغير وتعمل وتقول انا لو التشابتر ده كل ما ذاكرت فيه كل ما بحسن، طب خليني اركز عليه اكتر واحسنه اكتر، وهكذا لحد ما توصل لاخرك وتقول انا خلاص ما بقتش قادر اجيب اكتر من مثلا 85%، خلاص ده اخر. يبقى خلاص، يبقى ده دي ايه بالتريننج ديتا دي بالديف ده، هو ده كده اخرنا يعني. تمام. والمفروض اما اجي استخدم التست ديتا التست هي مره واحده، يعني انت لو عدت استخدام التست مرتين ثلاثه يبقى انت كده كانه ديف ديتا، يبقى ارتكبت خطا بيسموه خطا منهجي. خطا منهجي يعني انت تحط على نفسك. احنا ظللنا كان عندنا speech recognition version يعني من speech recognition system، كان عندنا قعدنا سنتين اتنين نحسن لحد ما وصلنا لأكيوريسي at that time، قبل بقى كنا هيدي ماركوب موديل ولسه الدنيا بتاع deep learning ما دخلتش يعني، فلحد ما وصلنا ل 85%. بس نيجي نختبره بره الداتا test data دي، نلاقي النتيجة في الستينات. إيه اللي ما استوعبناش النتيجة المشكلة دي إلا لما رحنا غيرنا التست ديتا، فعلا نزلنا للستينات، ففهمت إنه ده احنا السيستم بتاعنا قاعد يعمل تيونينج على التست ديتا دي، فأصبح بيديني نتيجة مسليدنج. فالمهم ان انا لما اروح للتيست اروح ايه بشكل نادر جدا، يعني بروح كده ايه، لان لو زرتها كتير انا حولتها الفاليديشن ديتا، انا كاني بعمل نوع من التيونينج عليها، فده كريتيكال شويه وخطا منهجي يعني. تمام واضح يا شباب؟ شكرا لحضرتك. يبقى دلوقتي ايه الطريقه الخامسه، ان انا بعمل early stopping، ودي على فكره معظم التكنيكس اللي موجوده في شغل الديب ليرنينج كله في النيورال نتورك دي اوريدي بتبقى امبلمنتد في التكنيكس. يعني انا ما بزورش الكروس فاليديشن ده لما يكون حجم الداتا قليل، انما يعني فكره ان انت تزود حجم الداتا، فكره ان انت تعمل ويت ديكاي، فكره ان انت تعمل دروب اوت وايرلي ستوبنج، ده موجود، والحاجات دي ممكن تبقى اكتر من حاجه مع بعض، يعني ممكن يبقى بتعمل دروب اوت وفي نفس الوقت بتعمل ايرلي ستوبنج، وفي نفس الوقت لو عندك تشانس انك تزود التريننج ديتا بتزودها، وهكذا. طيب احنا لغايه دلوقتي الدنيا واضحه؟ أيوة دكتور، تمام.
طيب عندي ثانية واحدة. في الآخر كده بس بسجل عندي عشان ما انساش. بنسميها الـ intrinsic والـ extrinsic test. أنا كلمتكم عليها مرة بس هشرحها بشكل أفضل أو أتأكد بس أن هي يعني استوعبتوها أكتر. يعني دلوقتي في بقى بروبلم تانية بتقابلنا كتير قوي وهي الـ unbalanced data، اللي هي إيه؟ يبقى عندك اتنين كلاس مثلا، واحد منهم كتير قوي عندك منه مئات ولا الاف، وواحد وكلاس ثاني بالعشرات. فالدايليما هنا فين او المشكله فين؟ المشكله انك انت لو عندك يعني على سبيل المثال لو مثلا تشوف الناس لما مثلا نادي واحد بيحيي نادي معينة مثلا النادي اتغلب، فتلاقي كمية التريقة وكمية التعليقات السلبية، ممكن كمية التعليقات السلبية مثلا 95 ولا 99 من كل تعليق على ما تلاقي واحد إيجابي. وعموما يعني التعليقات السلبية عموما بتكتر قوي، ما لم يكن يعني ايه واحد صالح مات مثلا ولا كده والناس بتشكر فيه ولا، لكن عموما في بعض التعليقات سواء كان بوزيتيف ولا نيجاتيف ممكن تبقى اكتر بكتير قوي من التعليقات التانية. ولو احنا عاوزين نشوف اتجاهات الرأي، طب هعمل ايه اذا كان عندي مثلا 1000 رأي سواء كان في شكل تويتس ولا ايا كان السوشيال ميديا، 1000 تعليق او اي كده، 1000 قصاد 10 او 20 او 100 حتى، ده بنسميه الامبالانس داتا. وده ودي مشكله كبيره بتقابلنا. في اقتراحات؟ يعني انا حابب لو نعمل برين ستورمنج كده، حد يقول لي ايه اللي ممكن يفكر فيه كاقتراح ممكن يفيد يعني حاجة زي كده. ممكن نعمل data augmentation، ممكن نعمل data augmentation ونزود العيار شوية مع data القليلة، ده برضو واحدة من التكنيكس المقبولة جدا يعني. What else؟ يا شباب شغلوا دماغكم، يعني المفروض انه دي بروبلم ممكن نقابلها. يعني ممكن برضو ممكن نقلل الداتا اللي في كلاس كتير، ممكن تقلل الداتا اللي في كلاس كبيرة، بس انت كده بتبقى فقط valuable information عندك، فانت دي لو هتعملها عشان بس تقرب الدنيا من بعض ما تروحش الاكستريم انك انت تروح مخليهم قد بعض. يعني انا كنت بناقش رسالة ماجستير، فالراجل عمل حاجة كده ايه، عنده ديتا كتير قوي من ناحية وديتا قليلة من ناحية تانية، راح مخليهم قد بعض. قد بعض ازاي؟ وما ما عرفش يزود الصغير، راح مقلل الكبير. طبعا النتيجة ساءت، فما كانش ده يعني افضل حل ممكن. يعني ممكن يعني ممكن نستخدم البريسيشن او الريكول يا دكتور. نعم، ممكن نستخدم حاجه زي البريسيشن او الريكول بدل الاكيرسي. لا، هو في كل الاحوال هنستخدم، سواء كان بتستخدم البريسيشن والريكول، ده في اخر في كل الاحوال هتستخدمهم، لان الديبندس على الاكيرسي دي بيكون ليها يعني بتدي دلاله، والبريسيشن والريكول بيدوا دلالة تانية. يمكن أمر على الموضوع ده دلوقتي، بس في الآخر هنفترض إن الميجرمنت بتاعتي هو الميجرمنت بتاعتي. يمكن يعني الكلام اللي أنت عاوز تقوله كان محتاج بس إن إيه بنحاول إن إحنا
نشتري خاطر الكلاس القليل بان احنا نحط ويت عليه في الميجرمنت بتاعنا اللي بنعمل له ريبورتنج. واخد بالك هي الدايليما فين اللي موجوده؟ يعني لو انا عندي من الداتا دي مثلا، لو انا عندي من النوعيه دي من الداتا مثلا 99% وعندي من الداتا دي 1%، انا لو جاني القرار، لو باخد القرار بقول ان الكلاس واحد ده وده كلاس اتنين، انا الكلاس واحد يعني كل نتيجة كلاس واحد انا جبت لك 99% من السوليوشن، يعني انا هطلع صح 99%، بس دي نتيجة مسليدنج خالص. انا كده فقدت قدرتي على ان اميز الاتنين دول من بعض. دي المشكلة اللي ممكن تبقى موجودة. فممكن الكرايتيريا اللي بنقيس بيها نضع في الاعتبار ان ندي ويت كبير للكلاس 2. يعني ممكن فرضا يعني ان انا لو كلاس 2 ده بالنسبة لي خطير ومهم قوي، ممكن ادي له نسبة ويت 50% وده 50%. فلو انا جيت قلت لك الحل بتاعك هو C1، انت بالكتير هتجيب مثلا 49.5 مثلا في المية. هعمل بايس يعني ناحية الكلاس الثاني ده. ممكن تدي بايس للكلاس القليل، ما تخليهوش بنفس النسبة دي لو هو بالنسبة لك كريتيكال. اللي هو سنس يعني اخلي البرنامج بتاعي يبقى سنسيتيف قوي ناحيه الكلاس ده، اللي هو لو لم يختار على طول. ما انت بتعمل فورميليشن للوس فانكشن. اللوس فانكشن بتاعتك اللي انت بتروح تعمل لها اوبتمايزيشن وتقللها، ما تخليش الاثنين قد بعض. كل ده ممكن يتعمل. طيب خلينا نشوف بقى في اي فكره تانية. احنا كده يعني قلنا افكار لطيفه كلها، يعني قلنا ان احنا ممكن نعمل اوجمنتيشن ونركز على الجانب القليل نزوده، قلنا ان احنا ممكن نقلل شويه او نراشونالايز عدد الاكزامبلز اللي موجوده من الداتا الكتير، بس لو دي هنعملها لازم نعملها بحساب، ما نوصلهاش لدرجة ان احنا نخليها يعني مجرد ان احنا نقللها وخلاص، لا يعني محتاجة بس عشان نقلل تأثيرها شوية نحاول ان احنا ممكن نقلل، بس مثلا نشيل ايه، لو انا مثلا بعمل نوع من الكلاسترنج ولقيت يعني نقط قريبة من بعض كتير، ممكن اشيل منهم شوية نقط، ممكن ده يبقى ايه مش هيضر يعني. وحل كمان اتكلمنا فيه ان انا ممكن اللوس فانكشن نفسها اللي بعمل لها اوبتمايزيشن اعملها سوزات ان ادي ويت كبير، مش لازم 50 50 على فكره، ممكن مثلا 80 20 يعني، ادي ويت اكتر شويه من اللي موجود علشان الخطا اللي موجود في الكلاس القليل يبقى ايه، يبقى كأنه بينضرب في فاكتور كبير علشان الحل، وأنا بدور على البوردر اللي بينهم يبقى بحاول أدور على حل معقول. يعني في أي فكرة كمان؟ تعالوا نشوف بقى الحلول اللي موجودة. هو أولا تعريف الأمبالانس ديتا إيه، زي ما بيضرب مثال، لو أنا عندي 100 حالة والمئة حالة دول منهم 80 في اتجاه و20 في اتجاه تاني، يبقى النسبة 4:1. فده طبعا دي نسبة كويسة، لكن احيانا تبقى 40:1، فيعني تبقى ايه، ده تعريف الامبالانس. البالانس الداتا لما يكونوا قريبين من بعض، مش لازم 50 50، بس يعني لو 45 و55 هم قريبين يعني. طيب احيانا تبقى زي
زي ما يجي لك مثلا البروبلم بتاع الفرود او الكريدت كارد، انت ممكن يجي لك الليجال اكشن 1000 قصاد ان مره من كل 1000 بتحصل محاوله خداع او غش او سرقه. طيب يعني في الحاله ديت انت لو جيت ببساطه شديده اعتبرت كل حاجه ليجل، انت جبت الحل بتاعك 99.9%، بس انت ما كشفتليش الحل بتاعك ده برغم ان هو بيديني 99.9% اكيوريسي، ولكن ما انقذنيش وما قدرش يطلع الفرود او الحلول او المحاولات الخادعه بالنسبه لي. فانا بالنسبه لي لا، ده انت كده يعني ايه ما خدمتنيش، التكنيك اللي انت عملته ده يعني ضعيف، ما قدرش يطلع لي الفرود بنسبه كويسه. فدي حاله من الحالات، وممكن الراجل يروح سارق $1,000 ولا $2,000، فدي حاجه او اكتر ممكن كمان. وزي ما يعني الحاله اللي احنا بنقول عليها وبيقول لك ده البارادوكس اللي موجود، يعني دي المشكله اللي بتقابلنا، ان ممكن تبقى الحل الكلاس الليجل بيديك 99.9%، بس ده حل طبعا ما انقذ الموقف، لم ينقذ الموقف ولم يعطينا حل حقيقي للبروبلم بتاعي. اول سؤال، can you collect more data؟ more data is better يعني. ويا ريت وانت بتجمع ال more data تدور على الايه الكلاس اللي فيه داتا قليله. ده اول حل. الحل الثاني، غير البرفورمانس متريك بتاعك اللي هو كنا بنقول عليه، اللي هو ممكن قوي تبقى بتشوف الاف سكور مثلا. الاف سكور هو بيتعرف على انه في بريسيشن وريكول، وتعالوا وممكن نعمل الكلام ده لكل كلاس، يعني ممكن تشوف الاف سكور للكلاس واحد واف سكور للكلاس اثنين، يعني ما تكتفيش انك انت تعمل اف سكور للبروبلم على بعضها، لا ممكن تعمل لكل كلاس اف سكور. انت ممكن لو الحل اداك 99% من وانت بتدور على كلاس واحد نظرا لطبيعه البروبلم، لما تروح لكلاس اثنين هيديك سكور وحش قوي، فانت تبقى عارف كده ان الاثنين قدامك. او تعمل تقول والله انا حدي ويت 50% للكلاس واحد و 50% للكلاس اثنين. فلو انا جبت لك الحل كله ليجل برغم ان هو بيجي 99.9%، ده بكتير قوي الماكسيمم بتاعه 50 بالنسبه لك. لو كنت بديتكت الحل الخطا بنسبه 50% هيبان على طول. انما في حاله عدم التمييز كده انا بدور على حل صح وخلاص، ده مش احسن حل. انا بس عشان ابين نشرح يعني ايه اف سكور. في حاجه اسمها ريكول وحاجه اسمها بريسيشن، والاف هي عباره عن دي واحده من الخيارات، يعني ان انا اخليها 2 في البريسيشن على البريسيشن زائد الريكول. طب ايه هو البريسيشن وايه الريكول؟ ايه البريسيشن وايه الريكول؟ لو انا عندي دوت، عندي ديتا، ده كلها الديتا اللي موجوده عندي، ودولت الديتا اللي انا بدور عليها، ودي اللي انا مش بدور عليه، يعني مثلا ده الكلاس اللي انا بدور عليه. طيب الحل بتاعي هو اللي جوه الدايره دي، الحل بتاعي هو الحل اللي موجود جوه الدايره. في حالة البريزيشن بقول أنا اللي جه صح
اللي جه صح على اللي انا طلعته على الحل. انا الحل وانا بدور طلع لي كل دول اللي موجودين في الدائره، اللي موجودين في المقام ده اللي هو الدائره دي كلها. الشويه دول هم كانوا الصح، دولت بيمثلوا البريسيشن بالنسبه لي، ومن مصلحتي ان انا اكبرهم. كل ما كبرت البريسيشن كل ما يكون احسن. طب الريكول هو عباره عن ايه؟ الريكول انا باخد برضو اللي طلع بس على اللي انا كان نفسي يطلع. انا كان نفسي كل دول يطلعوا بس جبت منهم دول بس، فانا عملت ريكول. عملت ريكول، الجرافيك هنا مبين كويس، يعني البسط دايما هو اللي هو الصح من اللي في الحل اللي انا جبته، بس الداتا بتاعتي تحتوي على مزيد من الحل الصح اللي انا ما جبتوش والحل الخطأ اللي انا ما جبتوش، واللي انا الحل اللي جبته كان منه شويه صح وشويه خطا. ده ترو بوزيتيف وده ترو نيجاتيف، وده فولس بوزيتيف وده فولس نيجاتيف. يا رب يكون البريسيشن والريكول يعني موجودين جرافيكال كده بشكل لطيف، تقدر تبص للرسمه هنا يحسسك بيه على طول. البريسيشن الصح اللي انا جبته بالنسبه للكل اللي انا، يعني انا بكبش. تعال نتخيل معايا ان دي كور خضراء مثلا وكور حمراء، وانا عاوز الكور الخضراء، كل ده اخضر بس الكبشه اللي انا خدتها كان ده بس الاخضر اللي فيها وكان فيها شويه حمر، فالشويه خضر اللي انا طلعتهم بالنسبه للكبشه اللي انا كبشتها النسبه دي نسميها بريزيشن. يعني اللي بين ايديا اللي انا طلعته في ايديا، الحل اللي طلعه في ايديا قد ايه منه صح. الريكول مش كده، الريكول بيقول ايه؟ اللي انت جبته بالنسبه لكل الاخضر اللي كان نفسي اجيبه انت استدعيت منهم قد ايه. انا جبت مثلا دول كانوا كلهم على بعض 100 وانا طلعت مثلا هنا اهو 60، منهم 30 صح ومنهم 30 غلط. يبقى انا لما اجي اعمل بريزيشن 30 على ال 60 يبقى 50%، ده يبقى البريزيشن 50%. الريكول انا جبت 30 وكان دولت مثلا 50، يبقى انا جبت هنا 60%. ف الاف عباره عن ايه؟ انا التعريف بتاعها ان انا بضرب الاثنين في بعض على مجموعهم وبضرب وبحط هنا 2، يعني 2 في حاصل ضرب الريكول في البريزيشن على مجموع الاثنين. يا رب يكون الريكول والبريزيشن والاف سكور واضح. يعني حد استوعبه او حد عنده سؤال؟ يا شباب تمام يا دكتور. طب حد عنده سؤال؟ تعالوا ناخد مثال علشان ايه، حاسس كده انه مش مفهوم كويس. تعالوا نفترض ان الكميه على بعضها 100 كله، وانه المجموعه دي هاخدهم مثلا 60 وهاخد دولت 40، وتعالى نقول ان احنا
الحل بتاعنا طلع لي، هي الارقام مش هتبقى موافقه للرسمه قوي بس عشان عاوز اميزها، لان هو عاملها كده قد بعض وكل حاجه قد بعض. انا اقول ان هي ايه 70 كلها، والجانب الاخضر ده اللي هو انا بدور عليه اصلا هقول ان هو 40، والباقي هيطلع لي 30. طيب اكوردنج للارقام اللي انا حاططها دي، الاربعين دهيت دولت كلها، مش عارف بقى ان شاء الله المساله واضحه. لو مساله زي كده وعاوز اطلع البريسيشن، البريسيشن يبقى بكام؟ يبقى ايه على ايه؟ 40 على 70. أربعين على 70. حد معترض؟ لا تمام. أكوردنج للرسمة مظبوط. طيب what it means بقى؟ يعني من السبعين اللي أنا طلعتهم، 70 ده السوليوشن بتاعك، طلع لك من 100 طلع منهم 70. انا كان نفسي 70 دول كلهم يكونوا اخضر، لكن طلع منهم 40 بس اخضر، يبقى البريسيشن بتاعتي 40 على 70. طب الريكول، مفهوم الريكول هنا ايه؟ اولا هو قيمته كام؟ 40 على 60. وبالتالي مفهومه ايه بقى؟ انا كان نفسي الحل بتاعي اجيب الستين كلهم، لكن جبت منهم 40. يبقى مفهوم الركول هو الاستدعاء، انا جبت قد ايه من اللي كان نفسي اجيبه. يعني عندي 60 كرة خضرة جبت منهم 40، ده اسمه الركول. البريزيشن انا عندي الحل اللي انا متخيل اللي انا وضعته طلع لي 70 الصح منهم 40. اكوردنج للارقام دي تعالوا نحسب الاف سكور. الاف سكور بتساوي ايه؟ بتساوي 2 البريسيشن في الريكول على البريسيشن زائد الريكول. ده سوليوشن عشان ايه؟ احط كل حاجه في رقم واحد يعبر عنهم، يعني ده بيسموه متوسط هندسي، لان بضربهم واقسم على مجموعهم، ولاني بقسم على مجموعهم فبضرب بحط هنا 2. فحد يقول لي بقى القيمه بتاعت اف تبقى عباره عن ايه؟ بضرب 40 على 70، في 40 على 60 على 40 على 70 زائد 40 على 60. لو حد يحسبها لنا كده 0.615. ماشي معقول، واضح يا شباب؟ دكتور بس هو يعني ده هنحل بيه الانبالانس بروبلم ازاي؟ لا احنا مش بنقول بنحل بيه، احنا بنقول بنميجر، ده الميجرمنت بتاعي، ده المسطره بتاعتي. فهو الراجل اللي هنا بيريكومند بيقول لك ايه؟ اعمل، ما تعملش ده. لو انت عملت كده واخد بالك وكان واحد منهم، يعني تعالى نفرض ايه؟ ان واحد منهم كان
99 والتاني بواحد. الأرقام دي كلها هتقرب من التسعة وتسعين. يعني أنا لو جيت قلت لك إيه ده مش 40، ده مثلا بس لازم أغير بقى الأرقام، بلاش نغير الأرقام عشان ما نلخبط، لا ما نلخبطش. لو أنا مركز على الكيس بتاعتي اللي هي زي دي، الكيس دي هلاقي إن الإف سكور لو أنا اخترت كل حاجة ليجل، كل حاجة ليجل، هلاقي إف سكور قرب 99 وشوية، واخد بالك؟ فهو الراجل بيقترح إيه؟ إن أعمل إف سكور فور بوث، مش لواحد بس. يعني بتدور على اف للكلاس واحد واف للكلاس اثنين. لو ده طلع 99% وده طلع 0.2 حتى، يبقى انت ايه بقى؟ يعني هتبقى قدامك اما تدور على ميجر تجمعهم بيها ويتد افريج، تقول والله انا هخلي ده مثلا 50، اضرب ده في ويت 50%، ده 50، ده 60، ده في 40، تعمل ويت افريج بينهم او ويت افريج بينهم. انت تقدر تعمل اللي انت عاوزه، بس الفكره انك انت ما تحسبش الاف سكور للتو كلاسز على بعض، حاول تعمل لكل كلاس على حد. ده هو بيقول لك تشوف ازاي تكتشف ازاي المشكلة، ان كل كلاس تعمل له اف سكور لوحده. تمام تمام شباب، تمام يا دكتور. طب اي سؤال، لو في حاجة مش مفهومة قولوا لي. طيب احنا كده المسطره، بنحاول في اللي فات ده نظبط المسطره. اول حل كان تقدر تزود الداتا، لو يسي يبقى حاجه ممتازه، اذا كانش خلي بالك انك انت ايه المسطره بتاعتك، ما تنساش انك تعمل اف سكور لكل كلاس على حده، وحتى لو كان الاكيورسي تكفيك يبقى اعمل accuracy لكلاس واحد وaccuracy لكلاس اثنين، علشان في الاخر ما تنساش الكلاس الضعيف. ده الغرض من الموضوع. طيب بالنسبة لي ممكن نعمل resampling بانك انت تحاول تضيف، لو ده ميسر يعني، تضيف كوبيز من الكلاس اللي هو قليل، وتقلل شويه الكلاس اللي ايه اللي فيه اللي هو زايد بالنسبه لك يعني. انت عندك اندر سامبلز، عندك حاجة under sampled وحاجة over sampled، فأنت تقدر تبالانس بأنك لو عندك الفرصة، عندك داتا كتير وتقدر تعمل لها sampling مرة تانية، يعني عندك الشانس أنك أنت تكون التريننج داتا بتاعتك إذا ممكن. طيب برضو تقدر، سواء تقدر او ما تقدرش في التريننج داتا، برضو تقدر تعمل نفس الشيء في الديف والتيست. بمعنى ايه؟ بمعنى انا ممكن التريننج داتا تبقى 80-20، بس اجي في الديف داتا واخليها اقرب لانها تبقى بالانسد 50-50،
فساعتها عمرك لو حتى جبت لو هنفترض ان الترين داتا 99% وواحد الكلاس الضعيف، لو جيت في الديف داتا هم 10 سامبلز خليت 5 كلاس واحد وخمسة كلاس اتنين، لو انت رحت للإكستريم ان كلاس واحد خدت كل الديسيشن بتاع كلاس واحد عشان تجيب 99% اكيوريسي في الديف اللي هو المسطرة بتاعتك اللي بتقيس بيها، هتيجي تقول ايه؟ لا ده نتيجة طلع 50%، هيقعد يزبط نفسه التكنيك نفسه، يحاول يحط البارير بينهم ويزحزحه so that انه يبقى حريص قوي على انه الكلاس الضعيف ياخد حقه. فانت كونك هنا في تعمل بالانسنج بالديف والتست، انت كده ايه كأنك عملت درايف للتريننج الجوريزم بتاعك ناحية انه يحافظ على الاكيوريسي بتاعت الكلاس الضعيف. واضح يا شباب؟ اي سؤال؟ طيب علشان برضو ندي مثال عشان اللي ما لقاش، لو انا عندي كلاس 90 سامبل وكلاس ثاني 10، ده كلاس واحد ده كلاس اثنين، وانا بعمل الديف داتا هاخدهم 10 اكزامبلز، اخدهم ممكن 5 كلاس واحد وخمسة كلاس اثنين. لو انا جيت هنا في المثال ده وخدت كل الحل بتاعي كلاس واحد، فيبدو ان انا جبت اكيوريسي 90%. لو انا الكلام ده هيبقى كده، لو انا مثلا واخد الديف داتا، لو واخد الديف داتا 9-1 خلاص هتبقى عادي يعني 90%، لكن في الحاله دي هتبقى مش كده. لو انت خدت كل الحل بتاعك طلعته كلاس واحد هيديك 50% في الحاله بتاعك في الحاله دي. طب الالجوريثم هيعمل ايه؟ الالجوريثم هيبقى جايدد ناحيه انه يحاول يطلع لك من الكلاس 2 اي غلطه يحاول يطلعها، لانه حتى ولو على حساب كلاس واحد، فممكن كلاس واحد مثلا الخمسه دول يجي منهم 4 صح واحده غلط، بس الخمسه دول بدل ما كلهم غلط يجي منهم 3 مثلا صح والاثنين غلط. ففي الحالة دي انت لما تجيب 70% احسن ما تجيب 50%. ليه؟ لانك انت اهتميت ووضعت عدد من يعني في الديف داتا او في التست زودت عدد الاكزامبلز بتاع الكلاس الضعيف واللي انت قلقان منه، لانه هيحصل ايه لما عملية تترفض؟ انا رحت اصرف فلوس على بشتري حاجه بالكريدت كارد فهو شك فراح ايه راح رافض العمليه، كل اللي هعمله هروح متصل واقول له ليه كده، يقول لي معلش هي انا بس عاوز اتاكد ان الكيس سليمه خلاص اشتغل هتمشي الموضوع. يعني الضرر اللي هيعود عليا لما اغلط في كلاس واحد غير الضرر اللي هيعود عليا لما اغلط في كلاس اتنين. اغلط في كلاس اتنين معناها ايه؟ معناها واحد بيحاول يسرق مني بيشتري بالكريدت كارد بتاعي، عرف الرقم بشكل او باخر وبيحاول يشتري منه، فسرق مني ممكن كمية كبيرة من الفلوس الليمت اللي موجود، ومش عارف بقى هعمل له تريس ازاي، ده الراجل بيغير تليفونه بيغير وسائل الاتصال والميل بتاعه بيغير كل حاجة كل شوية، فبالتالي الفلوس دي راحت اتسرقت مش هعرف ارجعها. ف
فهنا علشان كده انا بعامل كلاس واحد وكلاس اتنين بطريقه يعني ايه بدي ويت اكتر للكلاس اللي هو ضعيف وكريتيكال بالنسبه لي. هل في اي سؤال؟ مفهوم الكلام اللي قلته؟ يا شباب. يا دكتور سمير. طيب. الطريقة الرابعة try to generate more data. أنا مش ما فيش accessibility بسهولة لريال داتا. طب تقدر تعمل synthetic data؟ لو ممكن بس تبقى ليها الديستريبيوشن قريب من الريال داتا يبقى ممتاز. واحدة من طرق الجنريشن بيسموها الاوجمنتيشن. الاوجمنتيشن انا باخد الداتا نفسها وبغير فيها. بغير شوية فيتشرز فيها. يعني مثلا لو صورة مثلا. بعمل زوم ان او زوم اوت. اكبر الصورة شوية وادخل جواها شوية او اعمل زوم اوت اخرج منها واصغرها. او اعمل لها شيفت يمين شيفت شمال. اعمل لها روتيشن. اضيف عليها شوية نويز. كل ده اوجمنتيشن. نفس الشيء في الصوت. نفس القصة. اسرع الصوت سنة صغيرة 5% ولا 10%. ابطأه 5 أو 10%. الودن مش هتحس بفرق كبير. اضيف عليه انواع مختلفة من النويز. كل ده يسمى اوجمنتيشن. لو نجحت في حاجه زي كده وكنت شاطر في عمليه الاوجمنتيشن او السنسيسز قد ما عندك الجوريثم شاطر في الجنريشن للاوتوميشن وللسنسيسز قد ما استفدت. واضح؟ طيب حد فاكر 1 2 3؟ واحد ايه اللي اعمله في واحد؟ نكولكت مور داتا. If possible نكولكت مور داتا. اول سؤال is there is a chance to collect more data. نمرة 2 نستخدم ميجر تكنيك تانية اللي هو الاف فولس. الاف اعمل الاف او الاكيوريسي احسبهم لكل كلاس مش ليهم على بعض مش للبروبلم على بعضها. احسب لكل كلاس الاكيوريسي بتاعته. نمره 3 نعمل ريسامبل للداتا. نعمل ريسامبلنج للداتا لو ده ممكن ونخلي الديف والتيست بالانسد الى حد كبير قد ما نقدر يعني. ونمره 4 ان احنا نجنريت سينثيتك داتا او نعمل اوجمنتيشن. تعتبر الاوجمنتيشن يعني حاله خاصه من السينثيسيس يعني. طيب نمره 5 تراي ديفرنت الجوريثم. الالجوريثم نفسه اللي بستخدمه عشان افرق ما بين التو كيسز. ممكن بعض الالجوريثمز تبقى مور كليفر عن الالجوريثمز الثانيه في الديتكشن للماينوريتي او الامبالانس داتا. يعني بعض يعني هو من الخبره بيقول لك حاجه اسمها ديزيشن تريز احنا ما درسناهاش او الراندوم فورست. البرفورمانس بتاعها مع الامبالانس داتا بيبقى فيري ويل بيبقى كويس قوي. فيعني مش لازم يكون بالضرورة الديب ليرنينج هو اللي هيديك أحسن حل. وارد جدا إنك أنت تلجأ لحاجة من الكلاسيكال تكنيكس زي الراندوم فورست أو الديزيشن تريز بيديك حل يعني مور ستيبل ومور أكيوريت عن ألجوريثم تاني أو ماشين ليرنينج تاني. يبقى الماشين ليرنينج تكنيك نفسه
ممكن ايه تجرب اكتر من حاجه. نمره 6 بيقول لك try penalized models. يعني لما تيجي تعمل اللوس فانكشن بتاعتك مش انك انت تاخد الديف داتا الديف داتا تخليهم بالانسد، لا اللوس فانكشن اصلا تخلي المينوريتي في اللوس فانكشن تبقى ليها ويت اكتر من الويت اللي بياخده الميجوريتي. دي واضحه دي؟ واضحه دي يا شباب؟ واضحه تمام يا دكتور. يعني كانك مثلا عندك تو كلاسز، كلاس واحد وكلاس اثنين. كلاس اثنين خطير بالنسبه لك برغم ان هو الضعيف او القليل، تخلي الخطا بتاعه بعشر اضعاف الخطا اللي موجود في الكلاس واحد، لانه الكوست لما او التكلفه لما كريدت كارد يتسرق بيبقى كتير قوي. فانا لما ادي ويت للايرور اللي بيحصل هنا هيبتدي يديني حل اكثر توازنا يعني، ويقلل فرص ان يتسرق كريدت كارد او الفرود ترانزاكشن يعدي عليا. بتحاول انك انت تكتشف الابنورماليتي اللي موجوده في الداتا بتاعتك، وبنسميها اوتلايرز. دي احيانا بيبقى يعني في تكنيكس عشان نشوف الفيتشرز بتاع الحاجات الغريبه، فده ممكن لو انا عندي يعني ال الحاجات اللي هي شكلها اوتلايرز اللي هي فيتشرز بتاعتها غريبه شويه، لو انا برسم سبيس الاقيها متطرفه كده، البحث فيها او البحث عنها ده ممكن يبقى مفيد قوي. لما بحثوا اللي حصل في 11 سبتمبر لقوا انه الناس اللي هم عملوا تفجير للطيارات وجدوا انه كلهم من الشرق الاوسط، وكلهم وان واي تيكت، وكلهم بزنس كلاس. فواحد بيدرس في امريكا وبياخد وان واي تيكت والفيرست او بزنس كلاس وكمان من الشرق الاوسط، فاصبح يعني ممكن ببساطه شديده لما الـ يبقى في تكرار للنموذج ده، فممكن او ببساطه شديده وانت داخل والراجل بيسالك انت مسافر ليه، وده يعني بالنسبه للناس السكيورتي ده فاليد كويستشن يعني. والله تقول له انا غيرت الجامعه بتاعتي، ما انت لو انت رايح تزور حد طب ليه عاملها وان واي تيكت؟ فلو انت مجرد لا انت هتغير وادي، طب في عام معاك دليل على انك رايح الجامعه الجديده، اتفضل معايا خلاص، يبقى انت كده ايه اكيد يعني ايه بتغير المكان بتاعك او غيرت الشغل، كنت شغال في شركه وبعدين جالك اكسبتنس في شركه تانية، طب معاك جواب الاكسبتنس، اتفضل معايا، يبقى ايه يبقى فتبقى حاجات كده ما يشعرش بيها الانسان العادي، لكن بتحليل البيانات بيكتشفوا ان في اود باترنز، فمحاوله اكتشاف الحاجات الاود دي ممكن يخليك تحط ايدك على حاجات لها قيمه، او العكس على فكره، يعني ممكن تكون الاوتلايرز دي
انت مثلا بتقيس قياسات وجيت بتسجل القياسات بتاعتك، فبدل ما تحط مثلا زي المساله اللي انا او بعض المسائل اللي اديتها لكم في كده، بدل ما الواحد يكتب مثلا 11000 كتبها 1100، في صفر طار منه. فلما يجي يشوف بالنسبه لبقيه الداتا يلاقي ان الداتا دي غريبه، فلو استبعدها يكون احسن. وفي بعض الحالات اكتشاف الاوتلايرز مفيد جدا، بيبقى عامل زي ما يكون هو ده اللي بدور عليه اصلا. يعني انا مثلا لو انا داخل بكتشف الفرود تكنيكس، لو انا عندي برسم بطريقه ما، قدرت ارسم البوزيشنز بتاع الاكزامبلز بتاعتي، حطيتها على يعني 2 اور 3 دايمنشنز، ولقيت في بعض الحالات متطرفه جدا، هي قليله جدا بس متطرفه قوي، فلاما ان هي خطا في القياس اهمله، واما ان هي ده اللي بدور عليه زي الكيس بتاعه 11 سبتمبر. واضح يا شباب؟ ماشي. يعني يقول لك يعني ايه، حاول تبقى كرياتيف شويه، ابتدي خد بروبلم صغيره، ويعني ده دي نصيحه عمليه انك ممكن تاخد بروبلم صغيره وتحاول فيها وتقعد تتقلب كده في الموضوع ده. موقع مهم ممكن قوي يعني يكون شارح بعمق اكتر شويه الانبالانس ديتا. انا بس عاوز اقول انه في حاجه مهمه انا هضيفها، وهي استخدم القلم hopefully يكون واضح، حاجه بنسميها الانترنسيك. أنا قلتها قبل كده بس هقولها تاني، قصاد الإكسترنزيك. ديتا أو تيست ايه بقى الحكايه دي؟ لما بيكون مثلا الحكايه دي قابلتنا ازاي؟ كان في بيبرز بنعملها على مثلا التشكيل الآلي مثلا، فالناس في الجامعات راحوا جايبين مجموعه من الكتب وياخدوا جزء من الكتاب ترين وجزء تيست، والنتائج مثلا 90% بلس كمان. لما خدنا الكلام ده ورحنا نختبره في الريال لايف، ديتا تانية بقى من جرايد من حتة تانية خالص، ده مثلا بوك واحد، ده بوك اتنين، ده بوك ثلاثة، لما رحنا لقينا الدنيا بتدي 70% مثلا. دي أرقام حقيقية يا أخوان. فاكتشفنا إيه؟ إن الانترنزيك دي عبارة عن إيه؟ إن أنا بستخدم ديتا ليها نفس الستركشر، يعني أنا واخد نفس الكتاب، نفس المؤلف، باخد منه جزء. أنا صحيح مفرق، يعني التست ديتا دي انا ما شفتهاش صحيح، بس هي قريبه جدا لدرجه ان الاوفر الاوت اوف فوكابلري مثلا اولموست مش موجود. بينما في حاله الحاله دي بقى ان انا خرجت ورحت جايب حاجه تانية مختلفه، يعني ديتا مختلفه خالص بطبيعتها والديستريبيوشن بتاعها عن المؤلفين دول، يا اما كتب جديده
لإما مقالات، لإما موجودة في كتب في صحف ومجلات، حاجة مختلفة. ده مثلا تاريخ معين رحت عامل كتب مختلفة في تاريخها، مثلا في الرايترز مختلفين. لما أعمل كده ده اسمه extrinsic test، وهو ده اللي الناس عاوزاه. اللي الناس في يعني لو أنا عندي product وعاوز أعمله، الناس عاوزة حاجة يعني تنفع. فطبعا الكلام ده ما يتعملش إلا إنك أنت في الديتا بتاعتك أولا توسع فيها قد ما تقدر، وبعدين تعمل لها تيست. مفيش مانع إن أنت تاخد الديتا بتاعتك وتقسمها ترين وتيست، بس وتوسع برضو كده. بس يعني إيه، يستحسن إنك أنت تطلع برا مرة خالص، وتروح جايب ديتا من برا خالص وتعمل لها تيست جديد. يعني عملية التستنج دي تريكي قوي، انك انت احيانا وانت بتقسم الديتا بتاعتك ترين وتست، وانت صادق جدا انت ما استخدمتش التست ديتا الا مرة واحدة والاخر خالص وفاصلها وما دخلتهاش في التريننج، انت صادق. بس للأسف انت واخدها من نفس الكتاب. طب اعمل ليه وانا مثلا عندي 1000 كتاب او 100 كتاب؟ لو لابد بدل ما تقسم كل كتاب، لا، خد مجموعة من الكتب للترين وكتب تانية للتست. ده يمكن يكون أحسن سنة، وكمان لو أفضل وأفضل إنك أنت تروح لكتاب مثلا من دول تانية، تدور على مقالات في جرائد ومجلات. يعني تدور على طبيعه الداتا تبقى مور تشالنجينج بالنسبه لك، مش بس ما دخلتش في التريننج، لا، وكمان يكون الديستريبيوشن بتاعها او طبيعتها، الكتاب اللي كتبوا، البلد نفسها بالفوكابولري. كل بلد ليها برضو خصوصيات، وكل منطقه حتى مش كل بلد ليها خصوصياتها في التكست اللي بتعمل جنريشن او كده. فده مهم قوي، الفرق ما بين intrinsic و extrinsic. لو في اي سؤال. لو في اي سؤال يا شباب. ماشي تمام يا دكتور. طيب ده موضوع ان شاء الله يكون مهم قوي. انا حابب انه اقول لكم برضو بسرعه كده، بالنسبه لي احنا عندنا assignment 4 وعندنا project. ان شاء الله لما نيجي نعمل، يعني انا النهارده جالي اساينمنت 3 بعت النهارده، يعني في الاخر خالص لما بنيجي نعمل البروجكت بناخد اساينمنت 1 2 3 4 بالكودز بكل الكونتنت بتاعهم زائد البروجكت، ونحطهم في مجموعه واحده. يعني في لكل مجموعه بتكون بايل كل ده مع بعض يعني. وبالنسبة للبروجكت احنا هيبقى البيبر اللي بتخرج من البروجكت عاوزها وورد وبي دي اف والبرزنتيشن واي كود عملته برضو يبقى ملحق بالبروجكت يعني. ومعادنا احنا قدامنا اسبوعين على الاخر محاضرة. يا دكتور.
طيب اخر محاضره دي هتبقى يعني ممكن هيبقى مراجعه للمشاريع. هندي كل مشروع، احنا عندنا 18 مشروع، هندي كل مشروع حوالي ربع ساعه، 10 دقائق عرض وخمس دقائق مناقشه. فعاوزين نبقى very concise بالوقت عشان نلحق نخلص، ويبقى عندنا بس محاضره واحده بس كمان، وبعد كده مناقشة المشاريع. ماشي يا شباب؟ طب دكتور معلش. ماشي اتفضل. هو ممكن بس نأجل تسليم assignment 4 لبكرة؟ عشان الوقت ضيق بس النهارده شوية. بكرة مش مشكلة، ماشي. بس مش أكتر من كده عشان نلحق بس نراجع. شكرا لحضرتك. شكرا لله. دكتور، موضوع الاساينمنتس احنا هنجمعها مع بعض، ده احنا هنعمله مثلا ونبعت لحضرتك مثلا فاينل دوكيمنت وفي كل حاجه. هو مريم بتجمع كتر خيرها يعني، بس مش هتبعت المشروع بس، هتبعت المشروع وبالاربعه اساينمنتس مره واحده برضو، علشان تبقى كل مجموعه كده. احيانا ابص في الاساينمنت الاقي في مشكله، فالتجميعه الاخيره دي بتبقى مفيده. تمام. طيب يا شباب شكرا جزيلا، ويعني كويس ان انتم يعني في يوم اجازتكم يعني اشتغلتوا، كتر خيركم يعني. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.